يعني هذا بلاء، إن شاء الله الله يعفينا كلنا منه، نتحمل الوضع اللي بصير عندنا إحنا. بس يعني المحاضرة تقريبا راح تكون في نفس الشرح اللي إحنا بنشرحه في الصف، راح نركز على شغلات مهمة كثير إلكم أنتو. طبعا ركزوا معي، طبعا راح أستخدم المؤشر وأنا قاعد بحكي، فلذلك يعني أي شيء بدكم إياه ممكن إنكم أنتو، هذا هو المؤشر اللي أنا بحكي عنه، ممكن انكم انتو ترفعوا ايدكم، انا بشوفكم اي حدا منكم بيرفع ايده انا بشوفه، ممكن اخليه يحكي وممكن ما اخليه يحكي، ممكن اخلي اخر 10 دقائق تكون هي للاسئله للي بده يساله. طبعا بتقدر انتو كمان اخرى انكم تكتبوا على الببليك تشات اللي هو انا كنت اكتب عليه، اذا في اي شيء راح يكون موجود اسئله منكم انتو الكم الي. وطبعا والمحاضره بعد، برضو بعد المحاضرة أنا فيش عندي أي مشكلة، ممكن إني أخليكم إنكم أنتوا تسألون أي سؤال. المؤشر اللي بتسألوا عنه هيو قاعد بتحرك على على الفيديو اللي بده يكون موجود قدامكم، بتوقع إنكم أنتوا كلكم شايفين الفيديو. اللي فيش عنده صوت بده يشوف وين المشكلة الموجودة، بس إحنا كان هلا حاليا قاعد بعمل ريكورد مع صوت، في حدا سامعني، بس حكتبه انه حدا سامعني ولا مش سامعني. مش راح يكون فيديو كونفرنس الموجود، هو بدك تتابع انت السلايد اللي هي بدها تكون قدامك، ولازم تكون شو اسمه سلايدات موجودة برضو قدامك، مشان اذا بدك تأشر عليها او تكتب اي شيء. طب احنا راح نبلش هلا المحاضرة تبعتنا في شعبة يوم الحد. احنا خلصنا حكينا عن السيفتي للأطفال، بس الشعب الثانية أنا ما بلشت عندهم السيفتي، فلذلك سامحوني شعبة يوم الحد راح أبلش من السلايد رقم 67 مشان نركز على السيفتي. لما إحنا بنحكي عن السيفتي طبعا بتهم كل الأطفال في أي مرحلة، من يوم ما إنهم هم ينولدوا لحد واحد يصفي عمره 70 سنة و60 سنة وحتى الواحد يتوفى. طبعا هذا الاشي هو حسب مبدأ الكيوسن اللي هو بنحكي عنه احنا في النيرسينج، ما بهمنا هلا. اكثر شيء رايحين نحكي عن الكيوسن لما نكون احنا في مادة البدياتريك. فالتيتشنج انفانت سيفتي اللي هو عنوان هذه المحاضرة ماشي، بتقسم الى تقريبا 4 اقسام، يعني من عمر 0 ل 3 اشهر، من عمر 4 ل 6 اشهر، من عمر 7 ل 9 اشهر، والسلايد اللي بعدها اللي هي من عمر 10 ل 12 شهر. هلا انا ما بدي اياكم انكم انتم تحفظوا انه كل فتره من هذه الفترات شو السيفتي اللي ممكن نستخدمها، احنا رايحين نحفظهن كلهن از اهول، يعني كلهن يكونن وان بيس مع بعضهم، لانه السيفتي اللي موجوده في اول فتره من 0 ل 3 لا يعني نحن نستثنيها في الفتره اللي بعدها، بس هن مقسمات انه كل واحد ما كبر عمره راح تزيد الاهتمام اكثر في سيفتي في جوانب معينه، لانه كل ما كبر الطفل كل ما زادت شو اسمه السيفتي على شغلات معينه. فنطلع على اول فتره موجوده عندنا احنا، هذه اول فتره موجودة عندنا احنا بنحكي فيها من 0 ل 3، اللي هو بتهمنا هون السيفتي اكثر شغلة اللي هي يوزنج اوف ذا كار سيت، كار وليست كير، فشيلوا حرف الاي الموجود اخرها، هي عبارة عن كار سيت، وهي حكينا كيف لازم نستخدم الكار سيت بشكل اكثر في المحاضرة كانت في الصف. طبعا هون النقطة رقم 2 اللي هي putting the infant to the sleep to on back، الاطفال لازم يناموا خلال اول سنة على ظهرهم. طبعا ليش؟ لانه هذا بقلل من السادن انفانت ديث سيندروم اللي هي حكينا عنها، اللي هي عبارة عن متلازمة الموت الطفل المفاجئ، اللي هي عبارة عن سادن انفانت ديث سيندروم. وهذه طبعا انتو بتعرفوا اللي هي حكينا عنها، اللي هي عبارة عن سادن انفانت ديث سيندروم. ما بدي اياكم انتو اي حدا فيكم يفتح يحكي على المايك،
احمد هسه بطلعك يا احمد. تمام. احمد حط بس فقط انت مستمع. اكمل معكم انا. بس بتحطوا فقط مستمعين، المايك فقط الي. ماشي يا احمد. وهذه هي السادن انفانت ديث اللي هي حكيت لكم عنها، سادن انفانت ديث سيندروم. فلذلك هي مهم جدا في هذه المرحله نحط نايم اطفال على ظهرهم. النقطه رقم ثلاثه، لازم الام تظلها كل ما بدها ترضع الطفل تبعها، خاصه اذا كان عندنا الفورما فيدنج، لازم تقيس درجه حراره تبعتها، وحتى لما بدها تحمم الطفل لازم تقيس من درجه حراره الميه. وطبعا احنا دائما بنحكي عن درجه حراره المي انها تكون هي ديزايرد للام، يعني انها تكون الام بترغب في هذه الحراره، اذا الام بترغب في هذه الحراره اذا الطفل بيقدر يتحمل هذه الحراره. بعدين الفتره رقم اثنين، انتبهوا من 4 لـ 6 لا يعني انه الكار سيت انها التغت، الكار سيت هي ظلت موجوده، بس في شغلات صارت اهم ماشي ولازم احنا نركز عليها اكثر. نيفر ليفينج انفنت ان اتند ان ذا تيوب، يعني الطفل مش لازم نتركه في الحمام لحاله، بدها تقعده الام بدها تحممه، مش لازم تتركه تروح تجيب شغله ثانيه، ممكن تيجي تلقى الطفل مغرق حاله في المي ومنخنق. يوزنج ا سيف هاي تشير، في هذه الفتره الام بدها تقدر تصير الطفل يقعد على مقعدته، بدها تصير تطعميه، بدها تستخدم السيف هاي تشير لما تتعمل له الفيدنج. ريموفينج سمول اوبجكتس فروم ذا انفانت تو ريتش، لازم كل الشغلات الصغيره تبعد تبعدها الام عن طفلها، لانه راح الطفل يحطها في تمه ممكن هذا الشيء يزيد من الريسك فور اسبيريشنز. المرحلة رقم ثلاثة اللي هي عبارة عن 7 لـ 9 أشهر، هون بهمنا شغلات برضو أهم اللي هي providing barriers، لازم في يكون في عندنا معيقات أو حواجز لهذا الطفل من أي شغلات ممكن تكون dangerous area، خاصة لما يكون في عندنا الدرج، لأن الطفل هون ببلش بده يحبي، بده يبلش يوقف على النيز تبعاته، ممكن يوقف على حتى على إجري الطفل، فهون بنبعد كل هاي الشغلات ممكن تكون هي ريسك تعمل له ريسك فور انجري. سوبرفيجن انفانت اكتيفيتي ات ذا اول تايم، لازم الطفل يكون اندر سوبرفيجن في كل الاكتيفيتي اللي هو بده يكون يعملها. السلايد اللي بعدها اللي هي عباره سلايد 68 اللي هي من 10 ل 12 شهر، من 10 ل 12 شهر بهمنا بروفايدنج بروتكشن فروم ذا كلاسز في فيرنيتشر، اي شغلات فيرنيتشر عليها موجود بده يكون قزاز كاسات، كل هاي الامور لازم تكون هي مرفوعه، لان الطفل هون بده يبلش يمشي ممكن انه يمسك في الفيرنيتشر يروح يكسر كل الكلاس المتكون شارب ايدجز، وهذول كلهم برضه هن مهمات. ستورينج اول كليننج سبلايز اوت اوف ذا انفانت ريتش، لازم طبعا كل المواد التنظيفات نكون احنا حاطينها في مكان بعيد عن الاطفال يكونوا موجود عندنا، او بنكون حاطينها في خزانه وبنكون احنا مسكر عليها. Preventing infants access to the balcons and the stairs، طبعا اللي هن عبارة نمنع الأطفال يوصلوا للحفة هذه، لأن الطفل ممكن إنه يوقع، أو حتى الدرج لازم يكون عليها موجود زي حاجز نمنع الأطفال يوصلوها. Selecting toys according to the manufacturer's age or recommendations، الألعاب لازم نختارها للأطفال، لازم نختارها بشكل يكون حسب المصنع إلها. تلاحظوا الألعاب بكون موجود عندنا احنا بلس 3 بلس 4 بلس 1 ييرز بلس 6 ييرز، حسب شو هو بده يكون عندهم هذول الاطفال. السلايد اللي بعدها اللي هي ان احنا مهمه جدا، اللي هي بتحكي لنا على انه شو الفودز تو افويد للاطفال في مرحله الانفنت. اهم شيء عندي افويد الهاني، ممنوع هذول الاطفال ياخذوا العسل، لانه العسل عندهم ممكن يعمل لهم حتى تسمم. العسل فيه سبورز بنسميها بوتيولونيوم، وهذه هي مهمه جدا عندنا احنا، لانها راح تعمل لهم بوتيوليزمز، راح يصفي في عندهم تسمم لهذول الاطفال، ممكن هذول الاطفال هي تكون هي سبب للوفاه. وبرضه عدم تناول العسل يقلل من الصدن انفانت ديث سيندروم.
رقم اثنين افويد الهاي ريسك كوكينج فودز، يعني الشغلات اللي ممكن تزيد من الريسك فور اسبيريشنز. الهوت دوجز طبعا اللي هي عباره عن النقانق برضو عندنا، وكل النتس برضو كمان لازم الاطفال هذه نحرمهم منها، مش لازم ياخذوها. والروز كارتس اللي هي عباره عن الجزر اللي بده يكون الطري او بده يكون الطازج، لازم برضو هذا هو ريسك فور اسبيريشن. الريزنز اللي هي عباره عن الزبيب برضو كمان لازم نمنع الاطفال منها. ابل جانش اللي هي عباره القطع الفواكه اللي بدها تكون موجوده، لازم برضو نمنع الاطفال عنها. والبوب كورن هو عبارة عن البشار الذرة اللي بده يكون موجود، برضه هذا ريسك فور اسبيريشن. القم العلكي، وبرضه تنسوش العنب، برضه كمان لازم الاطفال ما ياكلوا في هذه الفترة انه بزيد من ريسك فور اسبيريشن. وبرضه زبدة الفول السوداني برضه كمان مش لازم اطفال ياخذوها. مهم جدا don't leave baby alone during feeding. هلا رايحين كلنا نرجع لنفس الليفل اللي احنا كنا نشرح فيه. هلا بهمنا في شغلات ماشي بروبلمز ممكن نعتبرها الاهل يعتبروها بروبلم، بس بالنسبه لنا احنا تكون نورمال انفانت ديفلوبمنت. فبهمنا هنا بيرنتال كونسيرن اند بروبلم ريليتد تو نورمال انفانت ديفلوبمنت. اول شغله بنحكي عنها اللي هي عباره عن الثامب سكينج. تلاحظوا الاكثر في كثير من الاطفال في هذه المرحله بكونوا حاطين اصبعهم في تمهم وقاعدين بيعملوا سكينج، مع ان احنا بنعرف انه الاطفال بكون في عندهم اشي بنسميه ثامب ريفلي، او عفوا سكينج ريفلكس. السكينج ريفلكس بكون للطفل بكون موجود من يوم ما انه ينولد. طبعا هذا البيك تبعته بتكون بين عمر 6 ل 9 اشهر بشكل اساسي. وبنعرف احنا السكنج ريفلكس راح يختفي خلال اول سنه، وهذا الاشي اللي احنا حكينا عنه انه في عندنا بريمتيف ريفلكس، لذلك راح تختفي بشكل اساسي. الثامب سكنج يختلف عن السكنج ريفلكس، مع انها هي نفس البنفيت في الاخير بتكون عندنا احنا. بهمني في الثامب سكنج انه الثامب سكنج راح تقريبا راح يبلش على عمر 3 أشهر، البيك تبعته ممكن تكون على عمر 18 شهر، الديس أبير تبعها بكون على عمر السكول ايج. والأهم من كل ذلك إنه parent can be assured that thumb sucking is normal and does not deform the jaw. يعني هذا الإشي هو normal concern في هذه المرحلة، وطبعا مش راح يعمل عندنا deformity في فك الطفل أو في نمو الأسنان. وهذا الإشي برضو كمان اللي كنت مرات تحكوا لي فيها في المحاضرة، فهذا الإشي أنا بحكي لكم إياه هو normal، مش راح يأثر على الديفلوبمنت تبع الجو. اللي بعدها رايحين نحكي عنها اللي هي عبارة عن كوليك. حطوا لي بين قوسين كوليك مينز هي عبارة عن بروكسيمال ابدومينال بين او ابدومينال بين، يعني هو بالعربي المغص اللي بنحكي عنه احنا بالعامية. المغص الاطفال بشكل عام generally occur in the infant under 3 months of the age. اغلب الاطفال اللي هي عباره بكون اعمارهم اقل من 3 اشهر بصير في عندهم الكوليك. اللي انا بحكي عنها تحطوها بين اقواس انه الكوليك means proximal abdominal pain. يعني لما بنحكي عن كوليك في الاطفال يعني بنحكي احنا عن abdominal pain. وهذا الاشي دايما الاطفال بتلاحظوهم لما بكونوا بعيطوا بشكل لود بشكل عالي كثير، بكون ايش انتنس كراينج، يعني بكون شادد على حاله بشكل كثير. هذا الكوليك او البروكسيمال ابدومينال بين هو عباره عن نون كوز او ان كلير كوز، مش معروف شو هو السبب. في عندنا هناك ريسك فاكتور ممكن انها تساعد على انه يصير عند الطفل كوليك، من هذول الريسك فاكتورز الاوفر فيدنج. اول واحد اللي هي عباره عن الاوفر فيدنج. الاوفر فيدنج المقصود فيها انه الطفل بكون بيرضع بكميات كبيره، خاصه لما الطفل بكون على بريست
في فيدينج، والام بتضلها كل ما الطفل صفى بده يعيط بدها تلهيه، بدها تحكي لها كلمه مع اختها مع جوزها، بتعطي الطفل، بتقعد ترضع فيه، فهو الطفل بصير ياخذ كميات كبيره من الحليب طبعا، وهذا بيعمل له كوليك. رقم اثنين، في كثير من الاطفال بصفي في عندهم swallowing too much air during الفيدينج، وهذا الاشي بكون اكثر شيء واضح لما بكون في عنا فورما فيدينج بيبي، يعني عنا بوتل فيدينج. البوتل فيدينج الفتحة تبعتها بتكون كبيرة، فبتكون تسحب تسمح للحليب وتسمح للهواء برضو يدخل على معدة الطفل، وبصف الطفل في عنده ابدومينال بين. بس هذا الاشي مش رايح يغير اي شيء في البول ساوند، راح يضل في عنا نورمال باول ساوند. السلايد اللي بعدها يعني هي صورة بس بتوضح لنا انه كيف الطفل ممكن يكون الكراينج تبعه هي بصوت عالي، وبكون كثير، بكون وجهه حتى بكون احمر، ممكن يكون جريمس. الصورة اللي بعدها بتحكي لنا على شو الصاين والسمبتومز للاطفال اللي بكون في عندهم كوليك بين. بهمني من هذول الكوليك بين الصاين والسمبتومز اللي هي موجوده عندكم تحت، اللي هي عباره عن النيز درون اب تو ذا تشيست، بكون الطفل ساحب ماشي ركبه لعند بطنه او لعند صدره من كثر ما بكون في عنده ابدومينال بين. ممكن الطفل تكون بتطلع برضه اكسسيف كازز، بصير يطلع روائح الطفل من فتحة الشرج لأنه بكون في عنده زيادة في الهواء. الشغلات الثانية يعني كراينج وديفيكولت تو ذا كومفورت، جريمس اللي هي الكشرة بتكون موجودة في الوجه تبعه، وريد فيس برضو كمان بتكون، هاي بيتش طبعا ساوندز بكون صوتهم كثير عالي، كلينش فيست بكون كثير قابض على ايده شاددها بشكل كبير، وهذا دليل انه الطفل بده يكون ان بين. السلايد اللي بعدها اللي هي بتحكي لنا على الكونستيبيشنز، الكونستيبيشنز الاطفال نورمال كونستيبيتد بكونوا هم عندهم كونستيبيشنز، بس المقصود في هون الكونستيبيشنز تبعهم انه الاطفال الكونستيبيشنز تبعهم بكون هو مشان الطفل يعمل سيفنج لكل الانرجي، بس الكونستيبيشن اكثر شيء بكون في البوتل فيدينج ماشي more than of the breast feeding. لأن تذكروا لما حكينا عن الستول، الستول في البريست انفانس بكون هو أكثر شيء بكون إيش tend to be loose، بكون أكثر شيء رخو، يعني كأنه دياريا بكون عندهم موجود. لذلك البريست انفانت are rare constipated because their stools tend to be loose. ليش ممكن يكون في عنا إحنا constipations للأطفال اللي بكونوا على بوتل فيدينج؟ اكثر سبب للاطفال اللي بخليه يصير في عندهم constipations اللي بكونوا على بوتل فيدينج، اللي هون بتكون if their diet is deficient in fluid. يعني شو المقصود فيها؟ ان الام لما اجت بدها تحضر الرضعه تبعت الطفل تبعتها، بدل ما هي تحط 60 ml وتحط معلقه حليب، بتحط لها 40 ml او 50 ml وبتروح بتحط معلقه الحليب. صفى معناته شو؟ معناته فيش في fluids في هذا الرضعة تبعت الطفل، فبكون الطفل هنا معرض أكثر يكون في عندهم constipation طبعا. وأحسن إشي this can be corrected simply by addition more fluids، نضيف أكثر fluid للرضعة تبعت الطفل يكون موجود عندنا إحنا. مهم الأطفال بتلاحظوهم هذولا when infant defecate، لما الطفل هو بيجي بيخرج their face do turn red، بصير وجهه أحمر، and they creams and cry، بطلع صوت ماشي زي الشخير وبشد، بكون في كشره موجوده في وجهه. مهم جدا، انا بعتبر هذا الاشي normal infant behavior ماشي، هو اشي طبيعي يكون موجود عند الاطفال اذا ما كان هذا الستول هارد، واذا ما في عنا any evidence of the fresh blood، يعني ما في عندي دم موجود في الستول تبعه. اذا في عندي دم في الستول بصفي abnormal finding.
لوس ستول يعني حطوا بين قوسين، اللي بنحكي عن دياريا، يعني هون اطفال بكون في عندهم دياريا. يعني شفتوا حكينا عن كونستبيشن، وحكينا بعد برضو بعدها عن الدياريا. الدياريا او لوس اوف ذا ستول هي بتكون اكثر شيء لاحظين تلاحظوها موجوده في البريست فيدنج انفانت. هناك كانت في البوتل فيدنج، هنا في البريست فيد انفانتس، وخاصه اللي هن 3 اسباب ممكن يعمل عندنا الستول تبع الطفل يكون لوس، يكون هو في رخوة. أول وحدة اللي هو السبب رقم واحد اللي هو بنحكي عنه، لما الام بتكون هي بريست فيدينج وبتاخذ الام لاكساتيف، يعني بتتناول شغلات مشان تلين الامعاء تبعتها. اللاكساتيف دراجز او ميديكيشنز كان اكروس وذ ذا بريست ميلك، يعني ممكن انها تدخل من حليب الام، تدخل وين؟ على معدة الطفل، وبتصفي الطفل برازه شماله برضه فيري لوس. هذه هي عبارة عن رقم 1، وهي برضه بشكل اساسي هي تعتبر عندنا احنا عند الطفل اللي هي رقم 1. هذه هي رقم 1. رقم 2 بتكون موجودة عندنا احنا، انه هون بتكون موجود اكثر شيء في الفورما فيدينج، يعني بده يكون موجود في هذه. بس هون الفورما فيدينج بتكون not diluted probably، يعني انه الام ما شو اسمه خضت الرضاعة بشكل منيح، لذلك صفى كأنه موجود المي فوق وكل الرضعة موجودة، الثانية موجودة شو اسمه كل الحليب صفى موجود تحت. فلذلك الطفل بس كأنه باخذ فلويدز، لأن أغلب الأطفال ما بخلصوا كل الرضعة تبعتهم. والمهم جدا لما إحنا هذا الطفل بنبلشه في إيه، في الأكل الصلب اللي هو بشكل جديد، ونبلش نعطيهم سوليد فود تكون موجودة عندهم، وخاصة لما بنعطيهم إيش، بنعطيهم الفروتي اللي هي عبارة عن سكريات، يعني إحنا مور شوجر يكون موجود عندنا إحنا. والشوجر أنتوا بتعرفوا هو أصلا من الشغلات اللي ممكن إن إحنا تعمل في عندنا دياريا. لذلك ماشي، في عندنا 3 أسباب ممكن تخلي براز الطفل يكون دياريا أو تكون لوز. أول سبب اللي هو تكون الأم بتتناول اللاكساتيف. سبب 2 اللي بيكون الفورما فيدينج تكون نوت ديليوتد ويل. ورقم 3 الطفل بوخذ في سوليد فود بيكون هو فيها مور شوجر. حتى ممكن الطفل يعطوه شوكليت، والشوكليت طبعا هي عبارة عن شوجر، وهي عبارة عن سوليد برضه فود، وممكن برضه تسبب لهذا الطفل كمان عنده دياريا. السلايد اللي بعدها بتحكي لنا على انه الطفل هذا في اشي سيندروم، وهذا هو اب نورمال طبعا فايندينج، بنسميه بيبي بوتل سيندروم. بيبي بوتل سيندروم او بسموه ايرلي تشايلد هود ديكي. ماشي، ديكي هي موجودة السطر الثاني، مقصود فيها تسوس الأسنان. بنلاحظ في بعض الأطفال بصير في عندهم تسوس في الأسنان، بكون عمره سنتين، بكون عمره سنة سنتين ونص، ما بتشوف له صار في عنده تسوس في الأسنان. وهذا هو عبارة عن أب نورمال فينوما بتكون موجودة عند الأطفال. هذا السبب الأساسي تبعها بده يكون موجود، إنه because while infant sleeps لما الأطفال بيناموا الليكويد تبعتهم شو ما كانت طبيعة هذه الليكويد except الووتر، يعني ما تكون هي فقط مية. المقصود في كلمة الليكويد ممكن تكون هي عبارة عن شوجر، هي في الفقرة رقم 3، ممكن تكون عبارة عن فورمولا حليب يكون موجود، أو تكون عبارة عن ميلك يكون عندنا إحنا، أو يكون فروتي جوس. وهذه هي كثير خطيرة جدا تكون موجودة عندنا إحنا. هذول الأطفال لما بيجوا بدهم يناموا، أغلب الأميات شو بتيجي بتعمل؟ بتحط لهم الرضعة، أو بتحط لهم عصير في الرضعة، بتعطي إياها، فالطفل بقعد يرضع فيها وبنام.
لما الطفل بكون بيرضع بكون بجمع كل الحليب، كل الليكويد هاي بجمعها في فمه بعدين ببلعها. يعني الطفل ما بكون ببلع بشكل مباشر، دائما بيعمل زي بولينج، تجميع كولكشن لاكبر كميه في فمه وبعدين بيعمل عمليه السولوينج، عمليه البلع. هذا الاشي الليكويد هاي بدها تكون موجوده عندنا احنا، راح تعمل continuously soak the upper front of the teeth and lower back of the teeth. يعني بتكون دائما بتكون مغطية الجزء العلوي الأمامي من الأسنان والجزء شو اسمه السفلي الخلفي من الأسنان. هذول هن أكثر منطقتين بصير فيهن ديكي، بصير فيهن تسوس في هذا السندروم. طبعا احنا بنحكي عن اللور، حكينا باك ما حكينا عن الفرونت، لأنه دائما بكون اللور فرونت تيث بتكون مغطية دائما في ايش، في الطنط، بتكون مغطية في اللسان، لأنه هو بده يكون يساعد في عملية السكينج. شو اللي بصير؟ انه هذه المواد فيها عبارة عن كربوهيدرات، والكربوهيدرات هذا كله راح يعمل ايش؟ راح يعمل الفرمنتس، راح يتخمر، وهذا وين راح يتخمر؟ يتخمر صفي لاورجانيك اسيدس، وهذا الاورجانيك الاسيدس راح تعمل شيء بنسميه ديمينرالايز، هي عبارة عن تحليل لايش؟ للتوث انيمالز، لطلاء الاسنان اللي بدها تكون موجودة عندنا احنا. لما بتحلل طلاء الأسنان بده يكون موجود عندنا، بصفي في عندنا ديكيز تيث، يعني في عندنا احنا تسوس للأسنان. الصورة اللي بعدها هي بتحكي لنا انه كيف ممكن يكون في عندنا الديكي. هيو شايفينه كيف هون، هاي بالرسم اكثر شيء موجود، والطفل هو هون سليبينج، يعني المقصود فيها طفل ديورينج سليبينج. السلايد اللي بعدها اكثر الصور واضحة، هاي طلع هذا هو عبارة عن اللي هي البوتل سيندروم في فيدينج للاطفال او الايرلي تشايلد هود ديكي تكون موجودة عندنا احنا. هاي طبعا ايرلي ديكي لسه يعني في بداياتها موجودين عندهم. سلايد اللي بعدها اللي هي الأهم من كل ذلك، how to prevent this problem، كيف احنا ممكن ان احنا نمنع ما يصير في عندنا هذه المشكلة. شو رأيكم؟ يعني انا بتوقع انه الجواب صفى موجود عندكم كلكم. الاهم شيء ان احنا نشيل ايش السبب، وشو هو السبب؟ السبب انه الطفل لما بده يجي ينام ما شفت الام بتعطيه هذه الرضعة اللي بدها تكون موجودة مشان هي ترتاح. اذا اهم شيء advice parents to never to put their baby to the bed with the بوتلز، إن ما تعطيهم الرضعة لما بدهم يناموا. إذا فيش مجال وبيجي ضابط معها هذا الإشي، ممكن ندور على بدائل. البدائل تبعتنا ان احنا هذه البوتل الموجودة ان احنا ما نحطش فيها الشغلات اللي حكينا عنها احنا، المسببات اللي احنا يعني حكينا عن الشوغر انه تكون ممكن هي تكون من المسببات تكون موجودة عندنا احنا، حكينا عن الميلك، حكينا عن الفورمولا، حكينا عن الجوس، مش لازم تكون موجودة في هذه البوتل. احسن شيء نحط لهم فيها اونلي ووتر، فقط ان احنا to fill it with water، هنعبيها فقط في مية. وبالإضافة لكل هذا الإشي، النبل تبعها، الحلم تبعتها، الفتحة تبعتها تكون smaller hole، ما تكون فتحة صغيرة تبعتها، مشان ما يصف الطفل بتناول كمية كبيرة من الفلويد أو الووتر. آخر سلايد في هذه المحاضرة بنسميها دائما، راح نتعود على سلايداتنا في النهاية، راح تكون إشي بنسميه ريد فلاج، إن العلم الأحمر لازم نرفعه هذا الإشي. وأنت بنرفع العلم الأحمر دائما بنرفعه إذا في عندنا خطر، والخطر المقصود في هون في الإنفانت إذا الطفل بوصل لعمر ماشي ما حق حقق اللي لازم يحققه في هذا العمر. فإذا الطفل صفى، هذا الطفل عمره هو عبارة عن 9 أشهر، وهذا الطفل unable to the sit alone، ما بقعد يقعد، ما بقدر يقعد لحاله، فهو عبارة عن abnormal finding. وكمان عندكم إذا هذا الطفل بوصل عمره يكون سنة ماشي و unable to transfer objects، سواء بنحكي عن small ولا بنحكي عن large objects from the hand to the
هاند، طبعا هذا يعتبر هو اب نورمال عند الاطفال. اذا الطفل بصفي عمره 15 شهر وما بيقدر، عنده اب نورمال بنسر كريب، ما بيقدر يستخدم قبضة اليد، سواء كان نحكي على الفاين موتور من فهذول، فبالتالي الطفل هذا راح يكون عنده اب نورمال. اذا بوصل الطفل عمره 18 شهر عن ايبل تو ووك، اللي هو ما بيقدر يمشي لحاله، اب نورمال فايندينج. اذا الطفل بصفي عمره سنتين فيلر تو ذا سبيك ريكوجنايزابل ووردز، يعني كلمات تكون واضحة، وهذا الاشي يعتبر عند الاطفال اب نورمال. وهيك احنا بنكون خلصنا التشابتر تبع الانفنت، والمحاضرة الجاي ان شاء الله راح اخبركم فيها وراح انزلكم اياها، راح نبلش نحكي عن التودلر. بتوقع ان شاء الله راح هيك بكون الوضع اوضح، وصفت عنا احنا واضح شو الشغلات اللي احنا لازم نقرأها من هذا الشيء. إذا بدكم أي شيء ممكن إنكم تكتبوا لي إياه على التشاتينج. أنا راح أخلص هلا الميتينج تبعنا، وزي ما حكينا راح تكون هذه برضو المحاضرة راح تكون مسجلة وراح تكون موجودة على الموديل.